يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر لبس الإزار إلى نصف الساق من لباس الشهرة في الوقت الحاضر؟ إذا كنت بين ناس ما يستعملون هذا هم من لباس الشهرة، لأنهم سينظرون إليك ويستغربون، أن تلبس ما يلبسه مجتمعك ما لم يكن محرما، ما دام أنه مباح وهم يلبسونه خليك مثلهم. نعم.